الحلقة 21. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع السادس من المعاملات المستحبة هي اللقطة. لماذا نلتقط اللقطة؟ ليه نلتقط اللقطة؟ لنيل عون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واحد وقع منه 10,000 جنيه، فأنا بلتقطهم أحفظ له ماله، وزي ما أنا ساعدته ربنا هيعدني. طب كيف نلتقط؟ يقوم الملتقط المكلف جائز التصرف العاقل البالغ الحر الرشيد الواثق في ترفع نفسه عن الحرام. يبقى الملتقط اللي هيلتقط لازم يكون مكلف واثق ان هو لا يمكن يمد ايده على الحرام، وقادر على التعريف. دي الشروط: جائز التصرف، واثق ان هو مش هياكل حرام، قادر على تعريفها. طيب بالتقاط لقطة جائزة. ما ينفعش يلتقط خمر او خنزير، لو لقى خمر او خنزير يحرقه يموت، ولا تكون حيوان يمتنع بنفسه زي الإبل والخيل والبقر والبغال، ده يحرم التقاطه. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة، فقال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، يلقاها ربها. طيب ماذا يفعل من التقط ابنه شيء؟ أصبح هو المسؤول عن الشيء اللي التقطه ابنه ده. العيل الصغير لو التقط، الولي هو المسؤول عن ما التقطه. طب ماذا يفعل من التقط في اللقطة؟ اللقطة 5 أنواع. النوع الأول ما يخشى فساده، زي واحد لا أفسطين، يجب تعرفها سنة بعدها يتملكها، فإن لم يأتي مالكها وخلال هذه السنة لا اختياران. الاختيار الأول أنه يأكلها ويبقى قيمتها في ضمانه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. يبقى أول واحدة لو حاجة تخشى فسادها، يا إما ياخدها يستفيد بيها ويبقى فلوسها عنده، يا إما يبيعها ويخلي الفلوس دي لحد ما صاحبها يجي يعرف الفاكهة دي ياخد ثمنها. خلاص، لو عرفها يدفعها إليه بلا بينة ولا يمين. لحديث زيد بن خالد الجهني: سئل النبي عن اللقطة قال: عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأديها إليه. النوع الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج، يجب تعرفها سنة بعدها تتملكها، فإن لم يأتي مالكها فخلال هذه السنة له 3 اختيارات: يا إما يأكلها ويدفع قيمتها له في الحال إذا جاء، أو يبيعها ويخلي ثمنها معاه فإذا جاء يديله ثمنها، أو يحفظها وينفق عليها من ماله ولا يملكها ويرجع بنفقته على المالك. فلو جاله بعد سنة وبين أوصفها يدفعها إليه بلا بينة ولا يمين إذا كانت موجودة أو قيمتها. يبقى النوع الأول بيفسد سريعا. النوع الثاني لا يمتنع من الصغار، ده يجب أن يلتقطه ويحفظها، يأكلها أو يبيعها أو يحفظها، والمصاريف التربية على صاحبها. النوع الثالث لقطة الذهب أو الورق أو الفضة والمال والأواني، دي يجب أنها تلتقط وتعرفها سنة بعدها بيتملكها، وإن لم يأتي مالكها خلال هذه السنة، فمتى جاء طلبها ولو بعد سنة وقال أوصفها تدفع إليه بلا بينة ولا يمين، لأن النبي قال عرفها سنة. طيب
ما لا تتبعه همة الناس، ده النوع الرابع، زي رغيف، زي نص جنيه، زي بلحة، ده جزء التقاطها والانتفاع بها وتملكها بلا تعريف. طيب النوع الخامس بقى لقطة الحرم، دي لا تتملك بحال من الأحوال ويجب التعريف بها طوال الظهر. طيب تطبيق، واحد بيقول أنا بلاقي في عهدتي فلوس زيادة وأحيانا بلاقي فلوس نقص، أما بلاقي فلوس نقص الدولة بتجبرني أكملها مع أن ده ما فيش تفريط مني وأنا كده مظلوم، وما لاقي فلوس زيادة أعمل فيها إيه؟ الراجح أن لما تلاقي فلوس زيادة زي الكمساري مثلا، يبقى المال الزيادة ده مال لا تستحقه، بل دي أموال تنفق في مصلحة المسلمين لأنها زي اللقطة بالضبط. وبما أنك مش عارف مين صحابها لأن الراكبين معك كتير جدا فأنت بتتصدق بها. طيب المال الناقص بقى ده ظلم، الشركة ظلمتك، ومش عشان الشركة ظلمتك تروح انت واخد اموال الناس تعمل فيها ايه، تتعوض بيها. فالمال الزائد لابد ان يتصدق به، والمال الناقص تحتسب عند الله ان الشركة ظلمتك. طيب النوع الخامس الوديعة، لماذا نقبل الوديعة؟ لانها ده اعانة مسلم، ان انا اشيل له حاجته عندي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طب كيف نودع ايداعا شرعيا؟ لازم المودع يكون مكلف، عاقل بالغ حر رشيد. ومن قبل الوديعة من طفل وتلف الضمن لتعديها، لان ازاي تقبل من واحد مش مكلف؟ لا يجوز تقبل وديعة من طفل. تاني حاجة ان الوديعة دي اللي هتقبلها تكون لا تكون خمر، وتكون جائز الانتفاع بها، ما تكونش خمر او خنزير. ثالث حاجة ان تطلب من امين قادر على حفظها مكلف جائز التصرف، يعني اللي بيحطها مكلف واللي هياخدها مكلف وهي تكون منتفع. طب لو واحد شال حاجة غالية عند طفل والطفل اهملها وضيعها، ما الطفل مالوش ضمان لان التاني غلطان. طب ماذا ترتب على الوديعة بالنسبة للمودع عنده؟ هي بقى اصبحت امانة، ان باظت بتفريط منه ضمانها، طب وإن باظت وفسدت بدون تفريط لا ضمان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، بدام حطاه في المكان اللي هو غالبا بيحط فيه حاجته. طيب إمتى يردها؟ في ثلاث حالات، إن المالك يطلبها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحالة الثانية موت المودع أو المودع عنده لبطلان الوديعة بذلك. طب ماذا يفعل إن خاف على الوديعة بسبب سفره؟ يجب ردها لصاحبها أو وكيله، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ له، وإلا دفعها للحاكم، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به، لأن النبي قبل الهجرة أودع الودائع عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. طب ما حكم من ادعى رد الوديعة او تلفها بغير تفريط؟ يقبل قوله مع يمينه، مجرد حلف خلاص. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.